بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم نتكلم اليوم عن مسألة من مسائل الرقية وهي في التحذير من رقاة الكهانة والدجل الذين ضيعوا الأمة وأضلوا العمة الأمة وأبعدوا الأمة عن رقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورقيه السلف الصالح ابعدوهم عن العلاج بالقران الكريم وبالاذكار وبالادعيه الى العلاج بما جاء عن طريق السحر وعن طريق الشعوذه وعن طريق الكهنه مثل الاستعانه والاستغاثه بالشيطان مثل استخدام الشيطان في العلاج مثل حوار الشيطان فخرجوا بهم من الرقية الشرعية من الطريق النبوي إلى طريق السحرة والكهنة إلى الرقية الشركية والعياذ بالله فربيع نعيم كم من مرة نجده في بعض المقاطع يقول جاء الجني الفلاني لي بالسحر دون أن أعلم ودون أن أدري هو يقول وأحياناً لما يحاور الشيطان ويستعين به أثناء الرقية ويذكر تلك الأمور من الكهانة والدجل حيث أنه لا يقرأ القرآن بل يذكر أنواع وأجناس الجن حية حية عقرب كلب حربة قط كما كنتم تروا الكثير والكثير من المقاطع فالشيطان لما يستعين به هذا المخرف الدجال يستجيب يستجيب من باب من باب آه الاستمتاع والاستدراج ان الشيطان يستمتع بالمعالج والمعالج يستمتع بالشيطان كيف ذلك فالشيطان يستمتع بالمعالج ويستدرجه عن طريق الحوار عندما يحاوره بالساعات عن طريق ذلك المسحور المريض فهذا استمتاع واستدراج واعانه من المعالج اي من الراقي المخرف صاحب الكهانه اي راقي كان لما يحاور ذلك الشيطان يساعده في التسلط وفي التحكم وفي السيطره على المسحور اكثر واكثر فهذا يدخل في باب الاستمتاع فالشيطان يستمتع بهذا المعالج بهذه الطريقه لانه يقدم له خدمه عظيمه وكبيره هو انه لما يحاوره عن طريق لسان ذلك المسحور هو يساعده في التحكم في ذلك المسحور يتحكم في لسانه ويتحكم في اعضائه ويتحكم في يده ويساعده بان يصبح ذلك الشيطان يسرع ذلك المسحور بسهوله هذا ما يقدمه المعالج هذا ما يقدمه المعالج وما يقدمه الشيطان اللعين هو انه ياتي بامور واخبار غيبيه كما ياتي للكهنه او ياتي بالسحر او ياتي بالسحر او يفعل اشياء شركيه له دون ان يدري ذلك المعالج وهذا كله يدخل في باب الاستمتاع كما قال العلماء ولست انا كما قال العلماء وقد ذكرت لكم كم من قول لعالم من العلماء في قناتي على اليوتيوب الراقي أبو عائشة الأثري الجزائري فهؤلاء الرقاة ومنهم الراقي المخرف المحرف الذي ضيع الأمة وضيع المسلمين وأبعدهم عن العلاج بكلام رب العالمين وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هذا ربيع نعيم وطارق غلمات أيضا من الدجاجلة الكبار وأشرف الحياني وعبد العالي بالحبيب وأحمد السوسي وأحمد نافع هؤلاء كلهم في الحقيقة ليسوا برقاة شرعيين ولا صلة لهم بالرقية الشرعية بل هم صلتهم بالسحرة وبالكهنة لماذا؟ لأنهم يتعاملون مع الشياطين يحاورون الشياطين يتمتعون ويستمتعون ويستدرجون من طرف الشياطين اسمعوا كلام العلامة الحنفي ملا علي القاري ماذا يقول كما جاء في كتاب تيسير العزيز الحميد قال ولا يجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إلى أن قال وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض الايه قال فاستمتاع الانس بالجن في قضاء حوائجه فالجن يستمتع بالانس او استمتاع الانس بالجن فالانس يستمتع بالجن انه يقضي له بعض الحوائج انه ياتيه بالسحر ياتيه بالسحر وذلك السحر انا متاكد بانه ليس لذلك المسحور بل ياتيه بسحر لشخص اخر لان الشيطان اللعين الذي تسلط على المسحور تسلط بسبب ذلك السحر وبسبب ذلك السلاح فليس من الحمق ومن الغفله ان ياتي ذلك الشيطان اللعين ويعطي سلاحه لذلك الراقي من اجل التخلص منه فهذا امر غير وارد ومستبعد ولكن ياتيه بسحر شخص ما، ياتيه بسحر شخص ما ويضحي بسحر شخص ما ولا ياتيه بسحر ذلك الشخص المتسلط عليه او ياتيه بامر اخر ياتيه بامور ليست اصلا بسحر ويظنها ذلك الراقي المخرف المحرف سحر فهذا استمتاع فالانس هنا استمتع بماذا استمتع استمتع بالعمل الذي قام به الجني انه اتاه بسحر او ذكر له الساحر اسم الساحر او ذكر له مكان السحر او ذكر له معلومات غيبيه عن المريض المتسلط عليه كذبا وبهتانا لان الشيطان اللعين كذاب وعدو لله كما فعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجده في ذلك الصحابي الجليل قال له أخرج عدو الله أنا رسول الله فهو في الأخير عدو لله لا يبوح بالحق ولا يبوح بالسر وهو السحر مستحيل أن يدله على السحر أو على مكان السحر أو يدله على شيء يكون سببا في شفاء أو سببا في إزالة السحر لماذا؟ لأن السحر إذا أزيل يزال أمر الشيطان ويقضى عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا استمتاع استمتاع يعني الإنسي يستمتع بذلك الكذب الذي يقوم به الجني والذي يقدمه للإنسي والإنسي أحمق مغلى مغفل مخرف محرف يظن بأن ذلك الجني أو ذلك الشيطان اللعين الذي هو الشيطان لانه تسلط على انسان وظلم انسان ودخل في جسد انسان فهو الشيطان فهو يظن ذلك الانس المسكين افضل من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويظن بان طريقته افضل من طريقه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لما التقى بذلك الشيطان في جسد الانسان قال له اخرج عدو الله انا رسول الله هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تصرف خير خلق الله وهو رسول الله سبحانه وتعالى رسول للثقالان رسول للجن والانس وفعل هذا وقام بهذا، قال له اخرج عدو الله انا رسول الله، فالراقي المخرف الدجال المحرف الضائع المائع الجاهل المسكين الذي يتبع السحره ويتبع الكهانه الكهنه وجد هذه الطريقه التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم طريقه ضعيفه او طريقه ليس لها نتيجه او طريقه تقليديه كما قالوا هذا بالسنتهم فياتي بطريقه من عنده التي يراها بانها هي الطريقه الصائبه والطريقه الجيده والطريقه الناجحه وهي انه يحاور الشيطان ثم يدعوه الى الاسلام، يدعو الشيطان الى الاسلام وايضا يدعو له بالمغفره والرحمه وان يدخله الله الجنه وهو عدو لله، الشيطان عدو لله، الشيطان كافر خالد مخلد في النار فهو يدعوه الى الاسلام ثم هذا كله استمتاع. استمتاع حتى انه استمتاع من الجن بالانس، فاستمتاع الانس لما يقول له ذلك الشيطان انني دخلت الى الاسلام وساصلح ما افسدت وسابين لك مكان السحر او ادلك على نوع السحر او على اسم الساحر او على امور غيبيه عن المسحور فهذا كله استمتاع يرجع على او يرجع لذلك الراقي المخرف هذه المعلومات التي اخذها من طرف ذلك الشيطان الجني اللعين واستمتاع الجني بالانس واستمتاع الجنّي بالانس هو ان ذلك الجني ماذا فعل له ذلك المخرف الراقي المخرف المحرف هو انه عظمه وانه بجله تعظيمه اياه واستعاذته به واستغاثته وخضوعه له، هذا قول علماء سبحان الله، العلماء قالوا هكذا ولست أنا. العلماء قالوا هكذا، فماذا قال مولى علي القارئ؟ قال: فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه. في قضاء حوائجه. مثل الأشياء التي ذكرتها ومثل تلك الكذبة وتلك الضلالة والبدعة التي قالها الكثير من رقاة التخريف أن الجني قام بعملية جراحية لذلك المسحور. وقد نجحت المئة بالمئة فهذا استمتاع هذا استمتاع من طرف ذلك الراقي المخرف الدجال بالجني أنه قام له بعملية وهي في الحقيقة هواء في هواء آه خواء في خواء آه عالم غيبي في عالم غيبي لا أعرف هل يرى هذا وهل يرى فعلا الجني يفعلون ذلك الفعل أو يقومون بتلك العملية أم لا فهذا يدخل في باب الاستمتاع أن الإنس استمتع بالجن في قضاء حوائجه أو كما يقول ذلك المخرف أيضا ربيع نعيم أن جنود الله وهو لا يذكر الجن لكي يبعد نفسه عن الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة بهم وهي الحقيقة لا جنود الله ولا هم يحزنون هؤلاء الشياطين يلعبون به يقومون بمسرحية وبتمثيلية على انهم جنود لله وعلى انهم مسلمون قاموا باخراج ذلك الشيطان المتسلط على الجسد المسحور او بقتله او بحبسه او بكذا فهذا كله استمتاع ولعب في لعب وتمثيليات ومسرحيات داخله في الشرك والعياذ بالله هذا بالنسبه للانس كيف يستمتعوا بالجني؟ ان الجني يقوم بقضاء حوائج ذلك الراق المخرف المحرف ماذا قال؟ علي القاري قال وامتثال أوامره فالجني يظهر أنه يمتثل أوامر ذلك الراقي كما نرى الراقي المخرف ربيع نعيم عندما يبدأ يتكلم مع الجن ويحاورهم ويناقشهم يظهر لنا نحن يظهر لنا والحقيقة غير ذلك يظهر لنا بأن الجن فعلا امتثل لأوامر ذلك المخرف المحرف ربيع نعيم قال وامتثال أوامره واخباره بشيء من المغيبات فدائما نرى في مقاطع هذا المخرف الضائع المائع المسكين نرى بان الشيطان يخبر ربيع نعيم عن اشياء من المغيبات يخبر عن حال المريض لما كان في بطن امه ويخبر عن امور كما قالها مرارا وتكرارا وهي لعب ومهزله انه يعطيه قواعد ويعطيه تخطيطات ومكائد الماسونيه والصهيونيه وكذا وهذا كله لعب على العقول عقول اتباعه السذج المساكين البعيدون عن الكتاب والسنه والبعيدون عن فتاوى الائمه نعطيه بعض امور الغيبيه عن مكان السحر او عن اسم الساحر او عن نوعيه مرض ذلك المريض هذا بالنسبه لاستمتاع الانسي الراقي المخرف بالجني ماذا؟ قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات قال مولى علي القاري الحنفي واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعادته به واستغاثته وخضوعه له فالراقي يعظم وكم من مرة رأينا هذا الراقي المخرف ربيع نعيم يعظم ذلك الشيطان كما ذكر لذلك نزار جاء الملك جاء الأمير جاء الإمبراطور جاء القائد الأكبر جاء الأعظم جاء كذا جاء كذا جاء كذا يلقبه بالألقاب العظام وهذا استمتاع للجن بالإنسي تعظيمه إياه واستعادته به واستغاثته لما يقول يا شيطان يا شيطان يا شيطان يا شيطان يا, شيطان، يا جني يا جني يا, يا عاشقة يا عاشقة يا غوريلا يا كلب يا قط هذا استغاثة ونداء وخضوع له يعني الراقي المخرف يخضع للشيطان ويطلب منه العون ويطلب منه النصره ويطلب منه الاعانه على علاج ذلك المريض واستخدامه في العلاج او في محاربه باقي الشياطين وهذا كله لا يجوز والعياذ بالله هذا كله لا يجوز يدخل في الحرام بل ادخله الكثير والكثير من العلماء في الشرك والعياذ بالله هذا من جهه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا من جهه اما ان الشيطان كما ظهر في عدة مقاطع فيديو للمخرف ربيع نعيم ان الشيطان جاءه بسحر ويظهر في تلك المقاطع السحر ويقول هذا السحر قد جاءني به الجني الفلاني الذي دخل الى الاسلام، انا ارد عليه بقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الذي جاء في كتابه الرد على البكري صفحه 51 و وخمسة و200، و و اسمعوا كلام شيخ الاسلام بالضبط ماذا قال؟ قال اسمعوا جيدا بارك الله فيكم، نحن لا نرد عليه من عندنا، نرد عليه من كتاب الله ومن سنة نبينا الكريم صلى الله عليه واله وسلم، ومن أقوال الصحابة والسلف، ومن فتاوى الأئمة والعلماء الأجلاء، لا نرد عليه من عندنا، اسمعوا جيدا. قال شيخ الإسلام: وقد يأتي الشيطان أحدهم بمال أو طعام أو لباس أو غير ذلك. هذا الشيطان يأتي لذلك الإنسان، بماذا يأتي؟ اسمعوا جيدا. قال: وقد يأتي الشيطان، اسمعوا جيدا. بارك الله فيكم اسمعوا هذا القول قول شيخ الاسلام ابن تيميه قال وقد ياتي الشيطان احدهم بمال او طعام او لباس او غير ذلك غير ذلك مثل السحر قال وهو لا يرى احدا اتاه به وهذا ما وقع للمخرف ربيع نعيم في مقطع من المقاطع ادخل يده في في كم المراه واخرج منه سحرا قال جاء به جني مسلم هكذا قال جاء به جني مسلم قال وقد ياتي الشيطان احدهم بمال او طعام او لباس او غير ذلك وهو لا يرى أحد اتاه به ما اسمعوا جيدا قول شيخ الاسلام قال فيحسب ذلك كرامه وهذا ما يقول به المخرف المحرف ربيع نعيم يراه ويدخله في باب الكرامه يقول بان هذا العمل الذي جاء به هذا الجني المسلم كما يزعم هو في باب الكرامة هذه كرامة أكرمني الله بها حتى سخر لي هؤلاء الجن وأصبحوا يأتونني بالسحر من أماكن بعيدة لكن الحقيقة غير ذلك اسمعوا كلام ابن تيمية قال وقد يأتي الشيطان أحدهم بمال أو طعام أو لباس أو غير ذلك وهو لا يرى أحد أتاه به فيحسب ذلك كرامة ماذا قال ابن تيمية اسمعوا قال وإنما هي من الشيطان وسببه شركه بالله تعالى وخروجه عن طاعة الله ورسوله إلى طاعة الشياطين فأضلتهم الشياطين بذلك كما كانت تضل عباد الأصنام هذا كلام خطير هذا كلام شيخ الإسلام تيمية وهو كلام خطير لو كان هؤلاء الرقاة أصحاب التخريف والتحريف والدجل يعو ويشعروا بما يقومون به من هذه البدع والضلالات والخزعبلات والشركيات لا بكوا بكاء طويلا لا تابوا الى الله سبحانه وتعالى في الحياه الدنيا قبل ان يوضعوا في القبور يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فهؤلاء يجب عليهم ان يعودوا الى رشدهم وان يسارعوا الى التوبه لانهم يتعاملون ويعملون مع الشياطين وهؤلاء الشياطين يستدرجونهم الى الشرك يستدرجونهم الى الكهانه الى الدجل الى التنجيم الى العرافه يستدرجونهم الى عذاب الله السعير والعياذ بالله فننصحهم ونوجه لهم الكلام ان يتوبوا الى الله فالشهره لا تنفعهم والاموال لا تنفعهم واشاره الناس اليهم بالبنان وبالاصابع لا تنفعهم غدا يحشر الانسان لوحده ويرسل لوحده ويحاسب ويعاقب على اعماله لوحده امام الله سبحانه وتعالى فالامر خطير جد خطير جد خطير فهذا العمل الذي يقوم به هؤلاء الرقاة المخربين اصحاب الحوار والاستعانه والاستغاثه واستخدام الشيطان واضح بين في كلام العلماء وقد افتى فيه العلماء ورد عليهم العلماء وأول نقطة استدرج فيها الشيطان هؤلاء الرقاة هو أنه نفرهم وأبعدهم وقلل من شأن العلماء عندهم وأبعدهم عن فتاوى العلماء فأصبحوا يتكبرون وأصبحوا يحذرون بل الكثير منهم أصبحوا يكفرون ويسبون العلماء فأدخلوا في الضلال المبين وابتعدوا عن نور الله المبين ألا وهو ورثة الأنبياء وهم العلماء الذين ورثوا من الأنبياء الكتاب والسنه، ورثوا من الأنبياء العلم الصافي النقي الواضح. أعيد لكم الكلام وهو كلام خطير لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله. لماذا؟ لأنني كما قلت لكم رأيت في كثير من المقاطع عند الرقات رقات التخريف والتحريف ومن بينهم راقي الراقي المغربي ربيع نعيم وله مقاطع موجوده لحد الان في اليوتيوب ان الشيطان جاء بسحر، جاء بسحر واخرجه من كم المراه والعديد والعديد من المقاطع يظهر لنا بان هذا السحر جاء به جني مسلم وهو لا يرى ذلك الجني فيقول عنه بانه كرامه لكن الحقيقه ليست هذه كما يقول هو ويدعي بل الحقيقة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعيد لكم كلام شيخ الإسلام قال وقد يأتي الشيطان أحدهم بمال أو طعام أو لباس أو غير ذلك غير ذلك مثل ماذا؟ يأتيه بأي شيء يأتيه بالسعر يأتيه بالمال يأتيه بذهب يأتيه بكنز يأتيه بأي شيء قال أو غير ذلك وهو لا يرى أحدا أتاه به لا يرى ذلك الجني او ذلك الشيطان الذي اتى بهذه الامور. قال شيخ الاسلام قال فيحسب ذلك كرامه، يعني هذا الرقي المخرف الدجال او هذا الرجل او هذا الشخص يحسب بان هذه كرامه من الكرامات، وفي الحقيقه ليست كرامه. قال شيخ الاسلام ماذا قال؟ يكمل كلامه رحمه الله، قال وانما هي من الشيطان وسببه شركه بالله تعالى وخروجه عن طاعه الله. ورسوله الى طاعه الشياطين فاضلتهم الشياطين بذلك كما كانت تضل عباد الاصنام ومثل هذه الاحوال اسمعوا جيدا ومثل هذه الاحوال لا تكون من كرامات اولياء الله تعالى المتقين فهذه الامور وهذه الاحوال لا تكون كرامات او تكون من كرامات اولياء الله تعالى المتقين فالحذر الحذر عباد الله لا تظن بان كل راقي على اليوتيوب او على وسائل التواصل الاجتماعي او على الذي يهبزط ويصفصط ويحاور الشيطان ويستعين به ويستغيث به انه راقي حتى اصبح العوام السذج البعيدون عن العلم البعيدون عن فتاوى العلماء البعيدون عن النور والحق اصبحوا يعتقدون اعتقاد جازم بان الرقيه هي عباره عن حوار مع الشيطان كافر عبارة عن حوار واستعانة بالشيطان والاستغاثة بالشيطان واستخدام الشيطان والمزاح والضحك والسمر مع الشيطان هذا غير صحيح هذا كله داخل في الجهل وداخل في الخرافة والتحريف وداخلهم في الكهانه والدجل والعياذ بالله فاحذروا اشد الحذر هؤلاء ليسوا رقاة شرعيين ولا صله لهم برقيه جبريل عليه الصلاه والسلام ولا صله لهم برقيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صله لهم برقيه الصحابه رضي الله عنهم ولا صله لهم برقيه التابعين ولا صله لهم بالعلماء لانهم اصلا هم ينفرون بل يكفرون ويسبون ويحذرون من العلماء لانهم يروا هم انفسهم بانهم هم العلماء والمجتهدون في هذا الباب، باب الرقيه، في الحقيقه هم علماء ومجتهدون في باب الرقيه، باب الرقيه الشركيه، باب الرقيه البدعيه، ولكن بعيدون كل البعد عن الرقيه الشرعيه، وقد ذكرت لكم اقوال العلماء سابقا، وذكرت لكم منها ما ذكرته الان عن مولى علي القاري الحنفي وعن شيخ الاسلام ابن تيميه، وهذا كله من اجل النصح. ومن اجل الارشاد ومن اجل التحذير من هؤلاء الرقاه الذين ضيعوا الامه وضيعوا المسلمين واكلوا اموال المرضى المساكين بينهم بالباطل بل يزيدون مرضا يزيدون الشيطان تسلطا وتحكما يزيدونه ماذا يزيدونه سيطرة على عقول المرضى وعلى أسادهم وأعضائهم بل يضيعون عقيدتهم وصحتهم ويأكلون أموالهم بماذا بأموالهم سبحان الله يذهب المريض بأمواله يشتري المرض ويشتري الكهانة ويشتري ذلك الشيطان اللعين فيصبح متسلط عليه والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العين. العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم واتمنى منكم ان تشاركوا في قناتنا على اليوتيوب من اجل من اجل ماذا؟ من اجل التحذير من هؤلاء الرقاه المخرفين اصحاب الكهانه والدجل ومن اجل التعليم الصحيح من اجل نشر المسار الصحيح للرقيه الشرعيه التي جاءت عن طريق الوحي، جاءت عن طريق جبريل عليه الصلاه والسلام وجاء بها الصحابه وبينها العلماء عن طريق الفتاوى ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته